بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل العظيم لصيام الاثنين والخميس والأيام القمرية الثلاثة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حثا شديدا، وضيعها أكثر الناس اليوم وسيندمون عليها أشد الندم يوم القيامة. في الواقع الصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصيام وعلى الإكثار من الصيام، لكن للأسف الشديد أكثر الناس اليوم يصوم رمضان ويصوم الستة البيض من شهر شوال، ثم ينقطع عن الصيام تماما حتى يأتي شهر رمضان المقبل، ولا يعلم أنه يخسر خسارة فادحة جدا يوم القيامة. سؤال لحضرتكم المناقب العظيمة للصيام الاثنين والخميس، وماذا يخسر الذي لا يصوم الاثنين والخميس، أو حتى على الأقل 13 14 15؟ الصوامون الذين يكسرون الصيام سيحظون بإذن الله إنهم يصلون إلى الفردوس الأعلى ويتمتعون برؤية رب العالمين كثيرا في الجنة، سيحظون بالغرف في أعلى درجات الجنة، سيحظون بالخيول الذهبية وشجر الطوبة في الجنة. هذا فضلا عن مضاعفة الثواب أضعافا كثيرة، لأن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس. تعالوا نفصل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونرى ماذا يحظى به الصائم وماذا يخسر الذي ليس له ورد من الصيام. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندما سئل عن صيام الاثنين والخميس، قال ذاك عن صيام الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فقال العلماء، إذا رفع العمل إلى الله سبحانه وتعالى أثناء الصيام يكون له منقبة عظيمة في مضاعفة الثواب وقبول العمل. لذلك في سر عظيم، لأن أبواب السماء تفتح يوم الاثنين والخميس ويصعد العمل، فإذا صعد العمل وأنت صائم هذا يكون أوقع في قبول العمل وأوقع في مضاعفة الثواب أضعافا كثيرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام شهر شعبان، اكثر شهر شعبان، لانه الشهر الذي ترفع فيه الاعمال الى السماء. سئل عن صوم شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين مضر رجب ورمضان، ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. يبقى اذا رفع العمل اثناء الصيام له ميزه عظيمه وضعفت الثواب. بعض الناس حسنه تضرب بتضاعف 10 حسنات، وبعض الناس حسنه تضاعف بمليون حسنه. هي نفس الحسنه ونفس العمل، ودي من القبل الاولى للصيام، انك انت اذا رفع عملك وانت صائم تضاعف الثواب اضعافا كثيره جدا اكثر من الفطر. اول شيء ده. الشيء الثاني، تخسر الخيول الذهبيه والغرف. انظر لهذا الحديث العظيم، حديث صحيح له خمس طرق كلها صحيحه. انظر اين انت من هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة، يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مسرجة بالدر والياقوت، لا تبول ولا تخوط خطوها مد البصر، لها أجنحة يطير بها أهل الجنة حيث يشاءون، فيقول أهل الدرجات الأدنى، وفي رواية أخرى من أسفل منهم درجة، يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطينا، فيقول رب العالمين إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. الأربعة دول أناس لم يصلوا إلى الفردوس الأعلى في الدرجات الأدنى في الجنة، وناس وصلوا إلى الفردوس الأعلى وأعطاهم رب العالمين خيولا ذهبية تطير بسرعة أكثر من سرعة البرق. إن في الجنة شجرة ويقال لها طوبة، يخرج منها حلل ويخرج منها خيول ذهبية مسرجة بالدر والياقوت، لا تبول خطوها مد البصر، أجمل بالبراق الذي عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وأعظم بكثير من الريح التي كانت تحمل سليمان إلى بيت المقدس. ربنا سبحانه وتعالى بيعير أهل هؤلاء الناس الذين هم في الدرجات الأدنى في الجنة، فيقول لهم يعني أنت أعطيت إخواننا دول أشياء لم تعطيها لنا. فقال لأنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون، ده كان بيصوم الاثنين وانت كنت بتصوم الاثنين، ده كان يصوم الخميس وانت كنت بتصوم الخميس، ده كان بيصوم ال 13 و14 و15 وانت كنت بتصوم. ولن يساوي الله سبحانه وتعالى بين الصوامين القوامين المتهجدين وبين الكسالى المتخاذلين المستخفين بالسنن ابدا، سبحانه وتعالى عادل. اذا انت خسرت الفردوس الاعلى، خسرت الدرجات العليا في الجنه، خسرت الخيول الذهبيه التي تطير بسرعه اكثر من سرعه البرق مصنوعه من الذهب الخالص، وده دليل على اتساع رقعتهم في الجنه، لانه هيمشي ازاي؟
ملكه في الجنة يصل إلى مليارات الأميال، مليارات الأميال، ملكه في الجنة مليارات الأميال، قد كل الأرضية دي ربما ملايين المرات أو ألاف، فيمشي إزاي على رجليه؟ هو محتاج خيول بتطير بسرعة أكتر من سرعة البرق حتى يروح من القصر أصلا. خسارة خسارة فادحة جدا، دي الخسارة الأولى. الخسارة الثانية خسارة مضاعفة الثواب وقبول الثواب وقبول العمل أيضا. كثير من الناس ربما لا يقبل منه العمل بسبب ذنب أو شيء، ولكن يجبر العمل ويقبل بسبب ان العمل رفع وانت صائم. المقامة الرابعة الغرف. هناك غرف في الجنة لا توصف. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان اهل الجنة لا يتراءون اهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الافق من المشرق او المغرب، وذلك لتفاضل بينهم. فقال الصحابي: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، بل رجال صدقوا الرسل وآمنوا بهم. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر بعضها بعضا، يفسر لنا ما هذه الغرف. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، روي هذا الحديث أبو سعيد الخدري وحديث صحيح: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فقال: من هي يا رسول الله؟ انظر ماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هي لمن أطعم الطعام وطيب الكلام وأدام الصيام وصلى والناس نيام. وفي رواية أخرى: من أطعم الطعام وطيب الكلام وأفشى السلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. وإذا هناك رواية تابع الصيام، هناك رواية أدام الصيام. أدام الصيام اللي بتقعد طول السنة فاطر ما بتصومش غير الستة البيض بس ورمضان، بحجة إنك أنت ما بتقدرش، حجة كاذبة. الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني أنت تصوم 30 يوما متصلة دون أن تفطر يوما واحدا، فكيف تقول أنك، وكيف قدرك الله سبحانه وتعالى على الصيام 30 يوما متواصلا، ولا تستطيع ان تصوم لو حتى يوما واحدا في الاسبوع، يوم الاثنين الذي انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ترفع فيه الاعمال الى الله. اذا انت تكذب على نفسك، تضيع ثوابا عظيما كده، تندم عليه اشد ندما من قيامه. اقسم بالله العظيم الذين لا يصومون ولا سلام ويردوا من الصيام سيندمون اشد الندم من قيامه على هذا الثواب العظيم الذين يضيعونه. انت ضيعت منك غرف في الدرجات العليا من الجنة، جات منها خيول ذهبية، شجر الطوبة. الخسارة التالية التمتع برؤية رب العالمين كثيرا في الجنة. انظروا لهذا الحديث، حديث حسن له أكثر من طريق. إن أدنى أهل الجنة منزلة لا يرى نساءه وقصوره وخده من مسيرة ألف عام، وإن أعلاه منزلة لا يرى ربه غدوة وعشية، أي مرة صباحا ومرة مساء. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قارن بين أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة. عندما تكلم عن أدنى أهل الجنة قال يرى قصوره ونساءه وخده مسيرة ألف عام، وعندما تكلم عن أعلى أهل الجنة قال يرى ربه غدوة وعشية، مرة صباحا ومرة مساء. ولم يذكر القصور والنساء لأنها لا تساوي شيئا بالنسبة للتمتع برؤية رب العالمين كثير، مع أنه له نصيب أحسن بكثير جدا من اللي في الدرجات الأدنى، لا مقارنة في عدد القصور والحور العين، لكن مهما كانت أكثر لا تقارن برؤية رب العالمين كثير. هناك عصر آخر، إن أهل الفردوس الأعلى لا يرون ربهم مرتين كل يوم، وإن أهل الدرجات الأدنى لا يرون ربهم مرة كل أسبوع. لذلك العلماء مجمعون على أن المؤمنين سيتبينون تبينا شديدا جدا في التمتع برؤية رب العالمين كثيرا في الجنة. إذا أنت ضيعت منك التمتع برؤية رب العالمين كثيرا في الجنة، وهذا هو أفضل شيء في الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورة يونس. قال العلماء: الحسنى هي الجنة، والزيادة التي هي أفضل من الجنة واشرف واعلى مقاما هي التمتع برؤيه رب العالمين كثيرا، هي دي الزياده. فتخيل لو ان امراه من اهل الجنه نزلت الى الارض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم، معنى انها لو نزلت صباحا الشمس تختفي تماما كما تخفي الشمس في الصباح النجوم. تخيل بامراه من اهل الجنه، فما بالك بجمال نور بجمال ونور رب العالمين. يبقى انت ضيعت منك شيء ستندم عليه اشد الندم، خساره كبيره جدا. يبقى ده بيشوف ربنا مرتين كل يوم، وانت بتشوفه مره ولا مرتين في الاسبوع، تفاوت كبير جدا. المشكله بس الاخذ من هذا النور. جاء في الحديث ان اذا خرج واحد من المقربين من قصره
المقربون هم أهل الفردوس الأعلى، أهل الدرجات العلى. ضرب نور في السماوات يرى من مسيرة ألف عام يراه أهل الدرجات الأدنى، فيقول خرج واحد من المقربين من قصره. نور يضرب في السماوات، كل أهل المئة درجة، الجنة 100 درجة، بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. كل درجة هتشوف الدرجة اللي بعدها زي ما احنا بنشوف النجوم والكواكب دلوقتي في السماء. الغرف اللي هيتمتع بيها الصوامون القوامون هتشوفها انت وانت تحت في الدرجات الادنى في الجنه، زي ما احنا بنشوف دلوقتي النجوم والشمس والكم، هتتحصى تبقى قاعد تبص عليهم لانك ليس لك ورد من الصيام. يبقى انت ضاعت منك الغرف. طبعا الذي يرى رب العالمين كثيرا ياخذ من هذا النور سيكون كالشمس، وانت ستكون كنجمه صغيره مقارنه به. يبقى انت ضاعت منك الجمال والبهاء في الجنه، ستكون اقل جمالا وبهاء ونورا، مفيش مقارنه. فدي بعض الخسارات. طبعا هناك ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى سيتمتع به اهل الفردوس الاعلى، ويحرم منه اهل الدرجات الادنى بسبب تخاذلهم وتكاسلهم عن السنن المؤكده، عن صيام الاثنين والخميس والثلاثة البيض. مش قادر تصوم اثنين وخميس، صوم الثلاثة البيض. المقابل الاخيره، مقابل الصيام له فضل عظيم ومناقبه عظيمه جدا بالنسبه للصحه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا، وقال في الحديث جوعوا تصحوا، وقال عليه الصلاه والسلام ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. فما فيش شيء يعني يجلب امراض والموت قد اذا انت صمت يوما واحدا في الاسبوع او يومين في الاسبوع. ثبت علميا ان الصيام 16 ساعه يدمر الخلايا السرطانيه، يدمر خلايا السرطان. فتقي نفسك من السكر والضغط وتصلب الشرايين، لان نفايات النفايات اللي في الجسد كلها والدهون والكوليسترول تخرج في 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 في, في اثناء الصيام، ويطهر الجسد بالتام بالكامل. ذلك الذين يصومون يتمتعون بصحه جيده واعمار، ويكون عمرهم اطول بكثير من الذين لا يصومون. اذا كنت بتدور على الدنيا يعني سيبك من يعني بنتكلم في الصحه، بنتكلم على الدنيا على الصحه. ف تكون نفست وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. صيام الثلاث البيض ثبت علميا ان الدم يفور في الثلاث ايام البيض يفور، وصحه الانسان والحاله المزاجيه بتتغير، لان بيحصل زي ما بيحصل بيرتفع في منسوب البحر في الثلاث والعاشر والرابع والعاشر والخامس عشر بيتغير الدم ويفور. فثبت علميا ان صيام الثلاث البيض له فوائد عظيمه جدا للصحه، ويقي الانسان من الامراض. يعني اكبر نسب الطلاق وحوادث القتل تحت 13 14 15. ذلك يصوم الصيام في الثلاث ايام دول له فضل عظيم. ودي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. سوى سيدنا ابو هريره يقول ايه؟ اوصاني خليلي بثلاث خصال لا ادعهن في صفر ولا حضر: ان اوتر قبل ان انام، وان وركعتي الضحى، وان اصوم من كل شهر ثلاثه ايام. وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم للامه كلها، ضيعت وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومش مش لابي هريره بس، لاكثر من واحد من الصحابه رضي الله عنهم. ف تدارك نفسك، اذا كانش لك ورد من الصيام ابدا على الاقل ب 13 و14 و15 سيفتح قلبك للصيام. وبعد كده او ابدا بصوم الاثنين بس كل اسبوع، صوم بس يوم الاثنين، او صوم 13 و14 و15 التي حث عليها الرسول حسن شديدا واوصى بها. والا لا تلومن لنفسك يوم القيامه، لان لن يساوي رب العالمين بينك وبين المجتهدين الصوامين القائمين. اللهم بلغت ما فشيت عقلكم. الكلام ده كله تحت فيديو سخون شلو رشوا هذا العلم في ثواب عظيم لعلم علما في الاجر معامل بيوم القيامه. لا كذب من كل شيء تشوش شغل الجرس في الشق قناه الاسلام جديد، ولساعدوني على نشر سنه النبوي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.